عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مع نهار السبت مع شركة أحمد عبد الواحد برعاية شركة نيكون. اليوم حبينا أن يكون الموضوع عن تصوير فروتس دارك مود، يعني تصوير الفواكه بدارك مود بالعربي، ما بعرف ترجمها، فعلى البناير يعني ترجموا لكم إياها دارك مود، يعني بتصوير غامق شوي. والفيديو إن شاء الله اليوم حيكون معنا حلقة كتير حلوة كمان كيف نصور الفواكه بالدارك مود. اليوم إيش حيكون التصوير عنا؟ اليوم التصوير حنستعمل كاميرا Z5، بعدنا ماشيين بالZ5 وماشيين كمان بالعدسة الماكرو 105 ومع الإكس برو اللي هو تبع اللي بيقدر يتحكم بالفلاشات عن بعد، ومعي مثل العادي جودوكس لايتنج. أول شيء اليوم بدنا نعمله هو نفهم إيش يعني shooting in dark mood. بالدارك مود تقريبا هو عبارة عن إن نعمل path، ممر للضوء يضرب فيه الفاكهة أو الأشياء اللي عم نصورها ويعطيني حواليه كله أسود. فإذا حأظهر الفاكهة بخط ضوئي والباقي كله حيكون المود أسود مشان نعطي more focus على الفاكهة. اليوم حنشتغل بالفراولة strawberry، وحنشتغل كمان بشيء اسمه مثل البلاك بيري بس هو ريد بيري، لانه قدر نجهز هو مثل ما قلنا معنا ترايبود العادي تبع بنرو. جبت فوم اسود طعشته ووقفته 90 درجه. اذا اليوم انا حاشتغل على فلاش واحد بالبدايه، وبعدين اللي بعدها حاشتغل على فلاش ثاني. بدايه حستعمل ماكرو لينس 105، حاعمل هلا تجهيز للفواكه اللي بدي صورها. عادة هو عبارة عن جهزنا شوية ستروبري، حنحط لهم شوية بودرة أطفال. ليش منحط بودرة الأطفال؟ مشان المي تمسك على الستروبري، فحنحط شوية بودرة أطفال وحرش ستروبري بالمي. فحنحط أول شيء لنقدر ناخد سيتينج تبعنا صح، حنحط ستروبري وحنحط حده 3 حبات ستروبري. إذن بما أنه أنا بدي أخلق path of light، يعني بدي اعمل خط ضوء، بدي اجي بخط الضوء من هون اخترقه هيك مشان طلع كله اسود. بس الفكره هي انه ناخذ ستروبري بخط لايت. فاذا مثل ما قلنا فوم بورد طعشته عملته 90 درجه بيكون هو الخلفيه وهو الارضيه، وهلا حاخذ 2 بوردات اسود. اول شيء خليني ركز ضوي على النص، حافتح ضوي حعمله 45 درجة مثل العادي وأعمل فيه أول تيست. فإذن أنا بستعمل AD 400 Pro، AD 400 Pro مع أوكتا يلي هي 65. حأخذ شتر واحد على 200 مثل ما كنا عم نحكي عن الشتر. حأخذ F16 مثل العادي، حبلش على F16 لأنه معي ماكرو لينس ما بدي شاله دبس أوف فيلد، وحأخذ ISO 100. فإذا حناخد أول صورة ونشوف كيف حتطلع معنا. لاحظوا هلأ إجاني الضوء، الخلفية مضوية، الأمام مضوي، كله مضوي. فإذا أنا شو حأعمل؟ حأعمل ستوبر لايت يلي هو عبارة عن لوحين. إذا اللي حأعمله الآن هو إني شوف خط النص اللي عم بيضرب لي على الستروبري. فأنا الآن بالخط هيدا ليكو شوفوا، حتى لو صورنا ما عندنا أي مشكلة، حتى لو صورنا خلينا نشوف شو حيطلع معنا. شوفوا كيف كله عتم ورا وقدام. فاذا انا الان حارفع الاضاءه، هذا بي صح، دخل خط الضوء، فيني اعرض الخط ورفعه من هون، فيني زيح دول او ضيق اكثر مشان اعمل ضوء اعلى. فاذا ممكن انا اروح لF11. مثل ما ملاحظين الصوره اكتملت عندي. هلا مثل ما قلنا خط الضوء هون، فيني هذا غمقه بعد، فيني افتحه، وهذا فيني غمقه وفيني افتحه. هذا كله بيعتمد على قديش بعد الضوء اللي عم بعمله من هون. فيني هذا جيبه هيك شوي وهذا شوي بعد، صغرت خط الضوء. اذا معي الكاميرا تاخذ الخط كيف فايت على الفروتس على الستروبري، حاخذ صوره ثانيه. لاحظوا الان لاني زحت الخط اللي على الخلفيه قربته هيك شوي، لك كيف صار عندي الخط. هلا مثل ما ملاحظين الصوره صارت بتجنن، بس بدها شيء بسيط جدا اللي هو هنا.
لاحظين هذا السواد كله، في ناس بحبوه بهالستايل. لاحظوا لأني حطيت الباودر على الستروبري كيف عطى لمعة المي. فيني هيدا افتح له ضوء من هون وفيني خليه بدون ما افتح له ضوء. انا حاعمل الفكرتين هلا بدون فتحة الضوء موجودة. هلا حافتح ضوء، حاخذ ريفليكتر صغير فوم بورد، ريفليكتر فوم بورد، واقدر احط له اياها من هنا. فاذا نحن الشغلة وين هي؟ الشغلة انه انا بدي افتح ضوء، فرجيني وين السواد. اوكي، اذا الضوء اللي جاي من هنا حاعكسه ارجع من هون. ناخذ صوره ونشوف ايش صار معنا. اذا شوفوا كيف حيفتح الضوء معي هلا. شوفوا بين الصوره الاولى والصوره الثانيه، هيدي الصوره الاولى اللي ما فيها ضوء وهيدي الصوره الثانيه اللي فيها ضوء. تمام. اذا فيني بعد اقرب الريفلكتر اذا بدي افتح ضوء اكثر، فيني اقرب الريفلكتر بس اهم شيء ما يطلع بالكاد. طالما هو مش طالع معي بالكادر فيني افتح ضوء اكثر شوي. وروني الكاب. اوكي، اذا الان صار فيني اخذ صوره وهذه نعتبرها از صوره النهائيه. اذا الان عندي كبايه ازاز، يعني التحدي تحدي كبير شوي لانه في كبايه ازاز. هلا اللي بدي اعمله هو التالي، حشيل حفك الخلفيه السوداء، ماش بدي خلفيه سوداء، حخلي الباك جراوند اسود. كمان بعدنا بدارك، هذا كثير مفيد هذا انه بس ساعدني من هذيك الميل شوي. ايوه اكبسه لورا بس فك. تمام، هذا كثير مفيد انه بيقدر يحمل ستاند، بيحمل ريفليكتر وبيحمل اشياء اخرى. فنحن حننزل هي. عاده الازاز عنده شيء اسمه ريفليكشن عالي. فاذا انا اللي حاول اعمله الان هو التالي، حاطي اضاءه خلفيه مشان اضرب فيه النيني ضوي هي. فانا حابدا بالتصوير، حفتح اول اضاءه. انا عم بستعمل جريد، هانيكوم جريد، اوبن ريفليكتر وبارن دور مشان اقدر احجب الاضاءه وشكلها مثل ما بدي. فلاش 1 مثل ما تعودنا على طول اللي هو الاي. اذا اي هنبدا باول فلاش اللي هو الاي وشوف شو حيطلع معي. بسم الله. اذا ضربنا الاي عطتني تقريبا الميلي هي حلوه، المكان حلو. بعد عندي بدي افتح هون، بدي اعمل كمان احجب لسير بدارك مود بعد الصوره ببدايتها. بعتقد هيدي ما عاطي، ممكن هيك احسن يصير. نرجع ناخذ لنشوف الكومبوزيشن التكوين اذا صح، لانه في حبتين راكبين فوق بعضه، يعني هيك احلى شوي صح. بعد فيني زيحها هي شوي اللي هي هنا، والان حيكون عندي بعتقد التكوين صار صح. اذا التكوين صح، بدي اعطي بعد اضاءه من الامام، شايفين كل الاضاءه غلط، ما في اضاءه. بس بعد فيني وجه هذا الفلاش بطريقه احسن يضوي لي بعد من فوق اكثر. فاذا حارجع اخذ صوره، انتبهوا شوي اصعب من هيديك شوي لانه بدها تركيز اضاءه. حفتح فلاش الثاني ليعطيني كمان ليعطيني كمان اضاءه. بدي ضوي هلمين، واحد اثنين ثلاثه. هذا فلاش بي عالي جدا، فحنزله، حنزل اضاءتي بالفلاش بي، حنزل اضاءته وصور. بعتقد الان وصلت ل صوره اوضح، بس بعد عندي مثل ما شايفين الارضيه صارت كلها بيضة. فممكن بعد انا هذا فيني اعمل له جيبه لهون شوي. مثل ما ملاحظين انا اللي عم حاول اعمله هو اني اضرب دايركشن اوف لايت، اتجاهات الضوء بطريقه صح. اذا الان بعتقد هيك اضبط، بس بعد بدي افتح ضوء شوي اعلى من هذا الطرف. فاذا حروح انا واعطي الفلاش اضاءه اعلى، حعلي اضاءتي من
الطرف ده. الآن أصبحت باللايت الصح. هلأ هستعمل ريفليكتر لأعمل خيال على الأرضية. إذن هستعمل ستوبر لللايت بما أنه الإضاءة جاي هيك، فهيد عم يطلع كله أبيض، ما وصلت لدارك مود. بس بالكباية والتوت وصلنا لدارك مود. إذا بتلاحظوا ليكو الإضاءة لدارك، توتال لدارك. بعد عندي هاي المنطقة اللي هنا اللي بدي اشتغل عليها، فأنا هأحجب الضوء اللي نازل على الخلفية بهذه الطريقة. تمام، لاحظوا كيف عم بقدر باخذ الخط اتحكم فيه من الريفليكتر، مش ريفليكتر هو ستوبر. إذا بهذه الطريقة صار عندي صورة اكتملت معي از دارك مود. مثل ما ملاحظين جاي من فاتح لغامق، وعطيت الكيرفينج هون اللي فيني اعمله. فيني اعمل فيه بعد اشياء اكثر من هيك بكثير. هلا فيني بعد كمان علي الاضاءه اللي جاي من هناك بس لضوي فوق، اوكي، واعطي سكر كمان، ارجع فلاش بطريقه معينه، اوكي. لاحظوا هيدا، هيك كان الريفليكتر كان اعلى، بينما لما بوطي هيك بكون عم شوف عم بحجب الضوء بطريقه اضبط. يلا اوكي، هيدي الاتجاهات اللي فينا ناخذ عليها. كمان اوطى لازم اوطي. يلا تمام، الان وصلنا لللايت الصحيح.